أحلام كثيرة وطموح كبير، خطان يسير فيهما الملياردير الشهير إيلون ماسك الذي يطمح لتحقيق كل شيء، وهذه المرة عبر الصين، حيث ساهم الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الشهيرة في مقال رأي في الإصدار الرسمي لمجلة إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين. ماسك طرح العديد من الأفكار والآراء حول رؤيته لمستقبل التكنولوجيا، التي وضع رؤيته حولها واضعا خطة لضمان أن تكون لخدمة مستقبل البشرية، إذ يعد هدف ماسك الأبرز اليوم بناء قرية مكتفية ذاتيا وين؟ في المريخ، وهو ما حاول إيصاله لمن وصفهم بأصدقائه الصينيين. آراء إيلون ماسك تتشابه مع طرح سابق لصاحب شركة ميتا مارك زوكربيرغ وساندر بيتشاي من شركة ألفابت، حيث كان يطمحان للعمل معا مع ثاني اقتصاد في العالم. في وقت يتوقع أن يخضع ماسك للتحقيق بسبب علاقته الصينية القوية. بعيدة أشهر من انضمامه إلى مؤتمر شي العالمي لتمجيد مزايا التعاون الدولي وافتتاحه لصالة عرض جديدة لتسلا في شيانجيانغ الصينية، تعرض إيلون ماسك للعديد من الانتقادات لعلاقته مع بكين، انتقادات لم تمنعه من الاستمرار ليكتب في آخر الأمر مقالا في إحدى أهم المجلات الصينية ويعبر فيه عن رغبة شديدة بالتعاون المثمر تكنولوجيا مع الصين. ماسك ذكر في مقاله أنه يريد فعل كل ما يمكن لتوسيع استخدام التكنولوجيا لتحقيق مستقبل أفضل للبشرية، وشرح أكبر أعماله في مجال التكنولوجيا ومنها شريحته الدماغية وتسلا بوت وروبوت تسلا، فضلا عن شركته سبيس إكس التي تعكف على محاولة إنشاء قرية نموذجية في المريخ وهو حلم ماسك الأكبر. كتب الملياردير الشهير أنه يأمل في الانضمام بل يأمل انضمام المزيد من الناس لتسريع انتقال العالم إلى الطاقة المستدامة بمن فيهم الصينيون الذين وصفهم بالشركاء الأصليين. المزيد ينضم إلينا من لندن الدكتور محمد قاسم، أستاذ مساعد بكلية الدراسات التكنولوجية سابقا واستشاري بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي. دكتور يسعد صباحك، منورنا في صباح العربية، أهلا بك معنا. يا أهلا وسهلا فيكم وصباح الخير لصباح العربية. طيب، إيلون ماسك يطلب مساعدة الصين لتحقيق أحلامه بدءا بمدينة مكتفية ذاتيا على المريخ. نبدأ بهذا الطرح أولا لماسك. السؤال بالنسبة لي بهذه المدينة على سطح المريخ، بمحاولة ماسك بناء هذه المدينة على المريخ بمساعدة صينية. عفوا، شنو السؤال حتى أفهم شنو المطلوب مني أن أجاوبه؟ طيب، في مقاله ماسك طرح مجموعة من الأفكار وطلب مساعدة الصين، بدأها بمدينة مكتفية ذاتيا على سطح المريخ. ما رأيكم بفكرة ماسك بمساعدة صينية؟ أوكي، خلينا نطرح الفكرة بشكل عام حتى المستمعين أو المشاهدين يفهموا الفكرة. الفكرة في أن إيلون ماسك حاليا يصنع صواريخ ضخمة تستطيع أن تحمل 100 شخص دفعة واحدة مع حمولتهم لأخذهم إلى المريخ، ولكن طبعاً 100 شخص ليست كافية لإنشاء حضارة كاملة على سطح المريخ. الهدف هو أنه يصنع حضارة كاملة من 1,000,000 شخص موجودين على المريخ لبنائها بالكامل. فحتى تصنع شيء مثل هذا تحتاج إلى عدة صواريخ، وتحتاج إلى وقود يكون موجود في الفضاء الخارجي وليس على الأرض. يعني الوقود يؤخذ إلى الفضاء، الصواريخ هذه تذهب إلى الفضاء محملة بمئات الناس، وتدريجياً تراكم هؤلاء الناس تدريجيا في الفضاء وتأخذهم إلى المريخ حتى يبنوا الحضارة هناك. لكن طبعا الاستعدادات ليست موجودة حاليا لبناء المريخ، فهو يحاول أن يستقطب المستثمرين اللي موجودين في الصين
أو أي جهة في العالم حتى يدعموا هذه الفكرة ويأخذوا البشر إلى المريخ، ثم تصبح البشرية حضارة ممتدة في على الأقل حالياً في المجموعة الشمسية ومستقبلاً في المجرة. نعم دكتور محمد، يعني ألا يقود ما يفعل ماسك بإشعال فتيلة حرب علمية اقتصادية جديدة بين الصين والولايات المتحدة، ولكن هذه المرة خارج كوكبنا في الفضاء؟ مش ما احنا شايفين ما يحدث بين أمريكا والصين بخصوص تايوان. سؤال جميل جدا صراحة. والصين طبعا حاليا في صراع مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقضية تايوان قضية كبيرة بالنسبة لصناعة الشرائح الإلكترونية ومن سيسيطر في النهاية على هذا الموضوع. ولا ننسى أن أمريكا أيضا تحاول أن تفتح المصانع من جديد في الولايات المتحدة بعد أن صدر قرار لها في أن تضع التريليونات لهذا الموضوع حتى إعادة فتح المصانع في أمريكا. ولكن إذا تتكلم عن شيء في خارج الكرة الأرضية، أنت تحتاج إلى تعاون جميع الدول لإنجاز مثل هذه المهمة. لا تستطيع أن تحارب الآن هذا الموضوع، يعني يصير عندنا تنافس بين الدول وأنت محتاج جميع المصادر المتوفرة عليه. فلذلك لا أظن أن في المستقبل القريب سيكون هناك تنافس يعني شديد بين الصين والولايات المتحدة على المريخ وعلى الفضاء بشكل عام. أما بالنسبة للأرض فصراعات ستستمر عليه. طيب دكتور، من المريخ إلى الأرض، لأول مرة في مقاله يلمح ماسك إلى روبوت تسلا المنتظر الذي من المتوقع أن يحل محل البشر في مهام محددة. كيف رأيت النظرة إلى هذا الروبوت من قبل ماسك؟ يا بالنسبة للروبوت، يعني صراحة هو أنشأ طبعا أو ذكر الفكرة مالته في 21، لكن هذه السنة بالذات واللي أنا استغربت منه، يعني طرح في المقالة شيء وأعلن فيه لم يكن قد أعلن فيه بالسابق، وهو أن هذا الروبوت اللي هم قاعدين يشتغلون عليه ولم يرونا شكله إلى الآن أنه قادر على حمل أثقال. فهذه أول مرة نعرف أنه يستطيع أن يحمل أثقال كبيرة، ويستطيع أن يمشي بخطوات صغيرة ولكنها سريعة، وعلى وجهه أيضا شاشة. فإذا يبدو أن عندنا ملامح لهذا الروبوت، رغم أن هناك صورة له إلا أن ما كانت هناك أي فكرة عن كيفية عمل هذا الروبوت أو حركته أو رفع للأشياء. في المستقبل اللي يطمح له إيلون ماسك أن يكون هذا الروبوت خادم موجود في البيت مستقبلا أو جميع البيوت مستقبلا، ويعمل على الذكاء الاصطناعي. واحدة من الأشياء اللي طرحها يقول أن سيأتي يوم في المستقبل أن الأبناء يشترون لآبائهم هذا الروبوت. فتخيلي إذا كان عندنا أسر فيها ناس كبار في السن لا يستطيعون حمل الأغراض الكبيرة أو الطبخ أو ما شابه من هذا، هذا الروبوت سيستطيع أن يساعدهم في هذه الأعمال. شكرا دكتور. كان معنا مش من الفضاء، كان معنا من لندن الدكتور محمد قاسم، أستاذ مساعد بكلية الدراسات التكنولوجية سابقا واستشاري بمؤسسة الكويت للتقدم العلمي. شكرا دكتور.